مشاهدينا، وحول استمرار الصراع بين الصدر والإطار وتصعيد وتيرة الخلاف من دون حل محتمل، ينضم إلينا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. حياكم الله. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف أكدت أن اشتباكات المنطقة الخضراء جعلت العراق على حافة الهاوية. من الذي فتح الباب لتلك العملية السياسية أن تنشأ في العراق وجعلت 40 مليون عراقي مرهونين لميليشيات تقود المشهد السياسي في العراق؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز وبالقناة وبالمشاهدين الكرام. حياكم الله. بالتأكيد العراق ما بعد 2003 هو صناعة الاحتلال الأمريكي. نعم. والتوافقات حينها ما بين رؤى وقتية بين أمريكا وإيران أيضا ساهمت في هذه العملية السياسية الخاطئة الطائفية المذهبية ووضعية الشد والجذب بين إيران وأمريكا، هو أوصل الأمور إلى هذه الأمور إلى هذه المواصيل. نعم. سيما وبعد أن تفرت إيران بالشأن العراقي بعد الانسحاب الأمريكي وإن كان شكليا. طيب، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أيضا تتهم إيران بالوقوف وراء ما وصفتها بالفوضى السياسية التي تحدث في العراق وتعقيد الأمور أكثر. كيف ترى الدور الذي تلعبه أمريكا وخصوصا بالأزمة الأخيرة؟ وبالتأكيد إيران بعد ما أصبح الجو أمامها خال بعد انكفاء الأمريكي من الشأن العراقي بشكل مباشر، هي التي أوصت الأمور إلى هذه المواصيل. والقوى السياسية التابعة لها والفصائل الولائية المسلحة هي التي أشعلت الأمور أو وضعت الأمور باتجاه التعامل عبر القدح وعبر الصراع وعبر الزناد، وبالتالي الأمور تذهب بهذه الأمور إلى هذه الاتجاهات. أمريكا أيضا بالمقابل هي بحكم الخلافات الأمريكية الإيرانية الأخيرة والصراع الأمريكي الإيراني أيضا لها أطراف معينة بالشأن العراقي، ذلك نعتقد نحن كمتابعين أن الصراع بين الطرفين هم سيكون في العراق عبر هذه الرموز التي تتسلط بالشأن العراقي، وبالتالي ستدفع العراق ثمنا كبيرا، والنتائج للأسف الشديد ستؤول لإيران ولأمريكا حسب النتائج، ولكن الأمور كلها تشير إلى ضرورة انكفاء الفعل الإيراني في العراق. اليوم صدر الدين القبنشي يعني يقول أن خصوم العراق يحاولون إسقاط التجربة السياسية في العراق ويثمن أيضا دور إيران الداعم للحكومة. هل ترى أن إيران اليوم قادرة على حل الأزمة التي يعيشها العراق والأزمة بين الإطار والتيار والتي ربما لن تنتهي إلى حد الآن؟ هذا بالتأكيد كلام غير مسؤول بالمرة، وكلام هو أقرب إلى كلام شخص إيراني وليس عراقي. ليس هناك ثمة ما تسمى بتجربة شيعية أو غير شيعية في العراق بعد 2003. كان هناك احتلال وعملاء، إن كان العملاء من هذه الجهة أو تلك الجهة. زعى ذلك أن العراق لم يكن في ماضيه يضع مسألة المذهبية والطائفية معيارا، بل أعطت التجارب إلى أن الوطنية والمهنية هي التي كانت تسير الأمور. أما أن يقول هكذا في إيران هو عملية استجداء لمزيد من الموقف الإيراني المتشنج لدعم هذه الفصائل الولائية، سيما وأن الشارع العراقي بدأ واضحا وهو ضد إيران في وجودها بأي شكل من الأشكال، ولعل حرق المقرات الدبلوماسية وحرق الصور وتمزيق اللافتات الإيرانية تدل على ذلك. إذن هي محاولة من أحد رموز التابعين لإيران لاستجداء الموقف الإيراني بمزيد من التدخل، ولكن نحن نقتنع أن العراقيين جميعا أيقنوا على أن إيران هي الخصم الأول في الوقت الحاضر وهي سبب بلاء العراق، ولا بد أن تنكف إيران وتبتعد عن العراق. ولكن يعني إلى أي مدى يكشف تصريح القبنشي الطائفية المترسخة في من يتصدرون المشهد السياسي اليوم في العراق وقيادتهم الدينية المدفوعة من إيران؟ بالتأكيد الطائفية هي تحتكم العملية السياسية برمتها، والجميع يعرف أن لابد أن يكون رئيس الوزراء شيعي والطرف الآخر سني، وها مسميات. ثم أنا في رأيي كعراقي وكمسلم لمجرد هذه المسميات أي كان وجودها هو دالة على لا انتماء حقيقي للإسلام، لأن الله عنده دين واحد هو دين الإسلام، وهذه المسميات سياسية أكثر مما هي دينية، وبالتالي
الطائفية تحتكم ويحتكم إليها كل العملية السياسية سواء القنبتش وأمثاله أو الخندق الآخر أيضا يحتكم لذات الترتيب. إذن المشكلة هي بإذكاء الطائفية ببعدها الخلافي التقاطعي وليس الفقهي إن كان جائز قول في بعض الأحيان، جعل الأمور تذهب بهذه الاتجاهات. وأدراك قنبنتشي وإيران إلى أن عمر هذه المجموعة بات قريبا، لذلك دفع بإذكاء العملية السياسية بحسها الطائفي من جديد. وسط الأجواء التي عشناها الفترة الماضية، هذه الأزمة وفي ظل استخدام السلاح واستخدام الاغتيالات لتصفية الخلافات ما بين الخصوم وما بين التيارات الميليشياوية، كيف يكشف برأيك هذا ثقل إيران الحقيقية بين الأحزاب والميليشيات الموالية لها؟ ثقل إيران معروف للجميع، يعني تتحكم بشكل كبير. إيران هي قضمت كثير من المناطق العراقية ولم يتحرك ضدها أحد كالفكة وسواها. إيران مسؤولين إيرانيون يقولون العراق محافظة إيرانية ولا أحد يردهم. مسؤولين في الشأن العراقي في الجانب الأمني يقولون إذا ما حدث خلافا عراقيا إيرانيا سأكون إلى جانب إيران. إيران متحكمة بالشأن العراقي بشكل كبير، وبالتالي هذا ليس غريبا ولا جديدا. الجديد في الأمر أن الشرع العراقي وعى اللعبة ونبذ إيران وأطراف إيران في العراق. الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.